قلنا ان احنا هنقول التصريحات الخاصه بالاثنين مديرين فنيين سواء كانت سامي قمصان او تركيز جونياس ما بعد اللقاء، واخد راي طبعا نجومنا في الاستوديو بالنسبه لهذه التصريحات. كابتن سامي قمصان، ابتدي كابتن سامي قمصان صاحب الفوز النهارده، اتكلم ان احنا النادي الاهلي لعب للفوز ضد فريق متكامل يمتلك لاعبين كبار على اعلى مستوى، تعمدت اغلاق الملعب من اجل سد اي ثغرات وعدم منح بيراميدز الفرص للتسجيل، وكان بيرد على تكيس ان النادي الاهلي دافع بقوه، قال حققنا الفوز عليه وما هي الفرص الخطيره التي اتيحت لفريقه امامنا. اخص بالشكر لعمر السلاي الذي يقاتل من اجل الاهلي ويبذل مجهودا خارقا وهو يلعب رغم انه مجهد تماما، وارفض بشده الانتقادات الموجهه له. اتكلم ايضا على الشناوي، ارفض اي انتقاد للشناوي والاخطاء وارده وتعاطفت معه في النهايه. اما تاكز جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز كلموا قال راضي عن اداء لاعبي، هنروح للاثنين يا كابتن برضو، وانت بقى انت قدامك الورق. راضي عن اداء لاعبي بيراميدز امام الاهلي وحزين للهزيمه، وهنئ لاعبي فريقي الفريقي على الاداء والروح العاليه التي ظهروا علي خلال اللقاء، لكن للاسف خسرنا اللقاء. اجبرنا الاهلي على اللعب الدفاع والفريق المنافس حقق الانتصار بسبب استغلاله الفرص القليله التي اتيحت له، سيطرنا على المباراه كان امرا ايجابيا، لكن عدم تسجيلنا الاهداف امر سلبي علينا حله في اسرع وقت، ولا اتفق ان شريف اكرامي السبب في خسائر الفريق حاليا لانه حارس كبير وممتاز. كابتن رضا، رايك في كلام سامي وايضا رد تكيس جونياس على التصريحات برضه في نفس الوقت؟ كلام سامي طبعا كلام مقنع، بس انا مش معاه في حته ان هو بيرد على تكيس، لان هو بيقول لك هو ما فيش هجمات خطره. طب ما انت برضو ما عندكش هجمات خطره يا سامي، انت ربنا وفقك وهنا ربنا ما وفقوش، يعني الكره اللي في العارضه دي تقلب الموازين. فانا من رايي يا سامي مالكش دعوه بحد، انت قلت فريق متكامل ده حقك، اغلقت المباراه وده حاجه تحسب لك، لانك لو فتحت الجيم كنت هتخسر، فانت دي حاجه تحسب لك لانك انت قفلت وعارف ان انت بتلعب فريق كويس، واخد بالك؟ طبعا طبعا لازم يشيد بالسوليه وكل اللعيبه لانها رجاله، والشناوي يعني انا من وجهه نظر بقى بالذات في الشناوي هو اللي يطلب راحه، يعني ياخد 10 ايام يبعد شويه كده لغايه ما يستعيد لياقته الفنيه والذهنيه والبدنيه تاني ويبدا يرجع تاني، لان كده كده انت مكانك محفوظ، انما كل ما هتلعب وهتخاف ان انت المكان يفلت منك هيفلت منك، لان الناس انت عارف دلوقتي بدا فيها همامات وهمسات على الشناوي ومستواه والكلام ده، فانت ما تديش الفرصه دي 10 ايام بالظبط هترجع احسن من الاول. طبعا بالنسبه لتكيش جونياس انا مش معاه خالص، لان هو اتدخل في المباراه متاخر قوي وهو اللي ضاع الفوز من ايده النهارده بتغييرات، لو نزل بدري محمود صبري وبالذات تراوري اعتقد ان هو لو من بدايه الشوط الثاني كان فرق كتير قوي. هو طبعا برضو بيشيد بشريف اكرامي واجبرنا، لا ماشي، ما انت فيك الميزه دي وانت اصلا بقالك دلوقتي فتره ماسك، يبقى انت تعالج الحته الايجابيه. احنا بس هنتمس لك العذر مثلا ان انت عندك كام فيرود كويس ما بيلعبوش عشان ليه تتمسوا العذر؟ هو دايما بتتمس التانيين العذر يا كابتن اي مدير فني يا جدع، ما التانيين مدربين، ما تخليك بقى في حالك بقى. استنى بس هو انا بكلمك كوره، انا قلت لك دلوقتي ايه؟ قلت لك ايه؟ انا قلت لك دلوقتي هو ايه؟ معقول انا عندي اللعيبه دي كلها ما في مصابين؟ ما انت ما بيلعبش براس حرب عشان ما كابتن النهارده فريق بيراميدز لما تيجي تقارنه يعني بلعيبه النادي الاهلي هم اقوى في الوقت ده. ايوه ماشي، طيب. ما برضه اللعيبه مقصره في حق نفسها، ما انا قلت لك في البدايه لو ما كسبوش النادي الاهلي، سيبك بقى من المدرب، سيبك من المدرب والمدير الفني ورئيس النادي، لو اللعيبه ما عندهاش الدافع ان هي تكسب في ظل ظروف النادي الاهلي، واحد زي ديانج بيلعب ومصاب والسوليه مش جاهز 100% والشناوي مش جاهز 100%، طب هتكسب امتى؟ مش ده الكلام اللي احنا قلناه في الاول؟ انا بكلمك دلوقتي ان هو عنده النهارده بالذات كان مفروض يلعب بفخر درس حربه ثابت، ورمضان ما يجيش ناحيه الرايت خالص، ناحيه الليفت، واسلام عيسى كان ناحيه الرايت، وكان بدا يلعب على كده وثبت الثلاثه دول كده، انما انت في مره تلاقي اسلام عيسى هو اللي راس حربه، مره تلاقي رمضان اللي راس حربه، مره تلاقي عبد الله اللي راس حربه، فهو اصلا ما تقوليش بقى مصر ان هو ياخد الدوري السنه دي لو في عداله زي ما انت قلت بالشكل ده. انا قلت يعني سببين ودققت على اللعيبه الاول،
ما تختزلوش كلامي في النهاية مصر. انا قلت لك لو اللعيبة عندها الدافع ان هي تاخد بطولة في ظل ظروف النادي الاهلي ونادي الزمالك تاخد دوري. طب النهاردة ودي رقم واحد. اتنين العدالة. سيبك بقى من الكاس، سيبك من الكاس.